تمام. ثانيه كده الناس اللي مش عارفه تحل الترجمه، قلنا طريقه البصمجي اللي ضيع خالص حل بالطريقه دي. يعني مثلا فعندي في اول مثال اهو، هو ما قراش، هو عايز يحل، هو ضايع ومش هيعرف، هو جوجل مش فاهم معاه الكلام ده. يعمل ايه بقى؟ يبدا يطلع اقرب اثنين شبه بعض، او يعني النت هو اسرع وافضل وسيله. هنا اسرع وارخص، لا شيل ارخص دي، اسرع وافضل، اسرع وافضل. حلو، وسيله اتصال الاف ملايين ملايين ملايين، هشيل الاف. يبقى انا شال اول اثنين وركز فاكر ايه؟ اثنين. لو قريتهم للاخر هتلاقي هم كلهم شبه بعض ما عدا الكلمتين بقى. هنا تجنب وهنا تقليل. ارجع للجمله، يقول لي افويد، افويد ده تجنب ولا تقليل؟ خلاص حلها يا شباب، والله قريت الترجمه ولا عملت اي حاجه. ها اللي بعدها ده بي ار تي. طبعا ده لو جالك انت هيجي لك ايه؟ شلل نصفي، الاوتوبيس الترددي اللي بيعملوه على التغيير الجديد. فده هو كده ايه؟ ايه ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي. ايه ده بس؟ ايه اقرب اثنين شبه بعض؟ هنا بقول لك نقل عام، نقل خاص، نقل عام، اشيل خاص. عالي السعه، عالي السرعه، وادي السعه، يبقى اشيل السرعه. يبقى عندي بي ب ودال. هتقرا في الاخر هتلاقي هنا في فاعليه وهنا اسعار. لما تقرا في الجمله هتلاقي كلمه افكتيف، دي افكتيف يعني فاعليه. شوف خلاص. طيب لقد لعب الادب، لعب العلم، لعب الادب، اشيل مين؟ العلم. عند الادب اهو، عبر التاريخ، عبر التاريخ، عبر العصور. شيل العصور، بقى معاك اثنين، بيه وجاي وجي. هتقرا هنا حياه الدول وهنا حياه الانسان. اقرا فوق الاقي هيومن لايف، حياه الايه؟ الانسان. شوف خلي بالك الفريق مع الطالب الايه؟ الطالب اللي بيذاكر سيبك في الكلام ده، ده راجل لوحده. ها؟ طيب يؤكد معظم 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 بعض. ها؟ شيل بعض يا جدع. خبراء هنا دروس بدنيه، هنا جزء مهم غير مهم مهم، شيل غير مهم. يبقى عندي الف ومعايا ايه؟ دال. هنا الفرق، هنا تعليم وهنا شخصيه. اقرب ولا اي كلمه اديوكيشن؟ تعليم. شكرا. الاجابه الف. ده كده العربي. خلاص؟ هل بقى الانجلش؟ نفس الكلام. اقرب اثنين شبه بعض ايه؟ اقرا كده هتلاقي ايه؟ ريسنت ريسيرش هاز شون ذات. هنا بيقول لي اوبتيميزم، وهنا ديسمال، وهنا اوبتيميزم، وهنا اوبتيميزم. اشيل بي. الاقي اخر اثنين بس اللي شبه بعض، الفرق ما بينهم هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. هي ايجابي ولا سلبي؟ اقرب هو الاقي ايجابي، الاجابه بوزيتيف اللي هي سلبي. صعبه؟ يلا نفس الكلام. او الاقي اخر اثنين شبه بعض، الاقي الفرق ما بينهم هنا سكيورتي وهنا سنسورتي، باخلاص وهنا بامن. اقرب الاقي اخلاص ولا امن؟ اخلاص. يبقى الاجابه دي مين اللي فات؟ في مشكله في الطريقه دي؟